شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة، ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا. رجال أكتوبر. عبد العاطي صائد الدبابات. نحن لا نزرع الشوك، لكن الرقيب مجند محمد عبد العاطي أتقن زراعته في طريق العدو على جبهة سيناء. درس عبد العاطي الزراعة قبل التحاقه بالجيش في 1969، لذلك كان قادته في غاية الانبهار بتمكنه من إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في زمن قياسي، وكأنه درسها وتدرب عليها لسنوات. كان ترتيبه الأول على كل الرماة في الاختبارات التجريبية، ودمر 23 دبابة في حرب أكتوبر، منها 13 دبابة في نص ساعة فقط، وحصل على وسام لجنة سينا فسمى طفله الأول وسام اعتزازاً بهذا التكريم. وحين احتفلت القاهرة بمعرض غنائم أسلحة العدو، منح وزير الحربية تكريم رمزي باختياره لقص شريط افتتاح المعرض الذي ضم جانباً من آثار بطولات عبد العاطي ورفاقه.